هلولو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. لساتنا مستمرين في تحدي الشهر الفاضل، وتحدي اليوم هو لا شد الصدر ولا رفع الصدر. راح نحتاج فيه اوزان، انا واخده اوزان وزنين كل واحد من 2 كيلو، وانا عامله الكره السويسريه اللي حنام عليها. ممكن نتسطح على الارض، ممكن نتسطح على الصوفة، اي شيء عندكم، يعني مش ضروري الكره السويسريه. اوكي، ما تنسوا تدعموني بلايك للفيديو، كذلك اذا لسه مش مشتركين بالقناه تشتركوا بالقناه، والتحقوا فينا كذلك على الانستغرام والسناب شات. وخلونا نبلش. اوكي، انا اوريدي هلا متسطحه على الكره، مثل ما قلت لكم مش ضروري على الكره، ممكن على الارض. حنعمل ثلاث جولات لكل تمرين مده 40 ثانيه ونبلش. وحفرجيكم اول شيء، حفرجيكم الحركه اللي حنعملها الاولى. الحركة الأولى حتكون إنه بنطلع بإيدينا وبننزل، بنطلع وبننزل بهذه الطريقة لمدة 40 ثانية 3 جولات. يلا زفير، عند الطلوع شهيق عند النزول، شفطوا بطنكم. ركزوا بالحركة، النزول يكون بشويش، ركز بالنزول جد مهم حتى نحس بالحريق ونحس انه العضلة بتشتغل. وركزوا على التنفس، شهيق يكون عند حركة والزفير عند الثانية، يعني يا شهيق عند الطلوع والزفير عند النزول. يلا ونرتاح 15 ثانية. حنعمل 3 جولات من هذا التمرين، ننتقل بعدين للتمرين الموالي. يلا جهزوا حالكم، ننزل بشويش، اهم شيء انه نركز بالنزول جد مهم، لانه هو اللي بيشتغلنا على الحركة. انا بس اطلع بلاقيهم اثنيناتهم وبس بنزل بفتح، بنزل وانا بفتح شوي شوي. بلشتوا تحسوا فيها حوالين الابط، هون عم اشتغل على الصدر من الجوانب. هذا التمارين بتساعد على شد الصدر ورفعه. هذه التمارين فيكم تعملوهم ماكسيموم ساعة قبل الإفطار، أو بنعملهم بعد الإفطار، أي وقت أنتوا بدكم إياه طبعا. ركزوا بالتنفس مهم جدا، برافو. يلا وهلا نتجهز للتمرين الثاني كذلك، مثل ما قلت لكم اياه بتكونوا متسطحين على الارض او على الكره السويسريه، والتمرين حيكون بهذه الطريقه. ايدي جايبتهم هيك، وحنصير نفتح، بنسميها حركات البابيون ولا الفراشه. زفير عند النزول، ونركز بالنزول والطلوع كذلك، يعني مش تعملوا الحركة بسرعة، اعملوها بشويش. يلا نرتاح 15 ثانية. حتقولوا لي ليش اخذت الكرة السويسرية او اي شيء فينا نتسطح فيه، انه فيني نزل ايدي لهوني، كمان في الارض فينا، بس بنوصل يعني بننزل اقل شوي يعني بالارض، عرفتوا؟ لانه خلص في الارض بتمنعنا، هون لسه في فراغات.
زفير من فم مفتوح. برافو، ركزوا بالحركة. يلا لسه لنا اخر جولة وبنكون خلصنا هذا التمرين. لسه حيضل لنا تمرين على هذا الوضعية ونلتقي للبوش اب. يلا نجهز حالنا، ركزوا مثل ما قلت لكم بالطلوع وبالنزول ننزل بشويش ونركز بالتنفس، مهم. برافو، شفتوا بطنكم. يلا هلا هننتقل للتمرين الثاني، هشرح لكم على التمرين الثاني. هذا لرفع الصدر، ايديا اثنيناتهم بهذه الطريقه وبصير ادفع، ولما ادفع بلاقيهم فوق. يلا هلا حيبلش كمان نفس الشيء، بنركز بالطلوع وبالنزول، بس اطلع بلاقي ايديا وبس انزل بفتح ايديا. شهيق، زفير من فم مفتوح. ركز بالنزول مثل ما قلت لكم. يلا نرتاح كمان مرة 15 ثانية. إذا عاملينه بعد الفطور اشربوا مي في هذا الأثناء، أنتوا بترتاحوا. يلا نجهز حالنا مثل ما قلت لكم، نحن طالعين بنسكر إيدينا ونحن نازلين بنفتح إيدينا شوي شوي. ونركز شطارة، مش انه نعمل كذا تكرار ونعمل بسرعة، مهم نعمله بشويش، حركات مدروسة لحتى نحس بالحريق، حتى نشتغل على العضلة المعنية. ركزوا، هذا هو السر بالتمارين، انه نركز بالتمرين لنعمله صح لحتى نشتغل على العضلة صح. يلا يلا جهزوا حالكم. بنصحكم بعد هذا التمرين تروحوا تعملوا فيديو ستريتشينج لأول تعملوا، يعني مش ضروري للأخير، بس إذا حابين للأخير دائما فيه منفعة. الأول تعولوا بيعمل ستريتشينج للجسم الجزء العلوي. يلا قربنا، يلا آخر تمرين حيكون بوش اب، ممكن تعملوه على كرسي ممكن على صوفة، يعني حيكون على علو. حنكون فاتحين ايدينا وبنصير ننزل، اهم شيء بالنزول ننزل بشويش ونركز بالحركة. يلا جهزوا حالكم، انا على الركب، زفير عند النزول، ونركز كذلك بالطلوع. شايفين اكواعي بفتحهم لبرا، زفير من فم مفتوح، جد مهم نزلوا اكتافكم. اللي لقاها صعبة يقرب بهذه الطريقة، كل ما قربتوا كل ما كان اسهل.
اكثر تمرين روعه هو هذا التمارين بوش اب، لما نعمله شوي على علو بيصير اسهل من ما نعمله على الارض. اذا مش قادرين فيكم تعملوا نفس الحركات وانتم واقفين على الحيط هني ذاتهم. يلا تحملوا هالتمارين للشباب وللبنات. شباب اذا قادرين فيهم يكونوا على اطراف الاصابع، واذا مش قادرين فهيك بيكفي. مثل ما قلت لكم ننزل بشويش ونطلع بشويش، زفير عند النزول. شفتوهم دائما من فم مفتوح. برافو، اشتغلكم على الأدرع كذلك. هالتمارين فيكم تعملوهم مع تمارين الأدرع، فيكم تعملوهم نفس النهار اللي بتعملوا فيه تمارين الأدرع أو نفس النهار اللي بتعملوا فيه تمارين الظهر كذلك. فيكم تسووا تمارين المشي قبل كتسخينات، وبعد كذلك إذا بدكم تحرقوا دهون تسووا كارديو بعد التمارين. يلا قربنا، بتحسوا بالحريق صبروا. بشتغلكم على الجنود كذلك، ركزوا بالنزول والطلوع. برافو قربنا. وهادو كانوا تمارين اليوم، بتمنى انه لانوا اعجابكم. مثل ما قلت لكم باول الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناة لانه نازلين كتير تحديات لهذا الشهر الفضيل. فاشتركوا بالقناة حتى ما تفوتوا عليكم ولا شيء. انا بقلكم بلاقيكم بالتحدي الجديد. باي باي.